عدد الإصابات بفيروس الكورونا في إثيوبيا إلى 74 إصابة بعد تسجيل 3 إصابات جديدة اليوم. تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس الكورونا المستجد في أنحاء العالم 1.9 مليون إصابة. مع نشرة الأخبار نقدمها لكم كمال سليمان من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي. قال رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد إن المنشآت الصناعية في مجمع هواسة للصناعات ينتج 10,000 كمامة يوميا، ويخطط لزيادة الإنتاج بحوالي 50,000 كمامة يوميا. وقال رئيس الوزراء أبي أحمد في بيان نشر على صفحته على الفيسبوك إن الصناعة في إثيوبيا تواجه ضغوطا بسبب الوضع الحالي، ونطلب منها المساعدة في الجهود الجارية. وأضاف رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد: أشجع الشركات الأخرى على القيام بعملها بطريقة إبداعية وفي الوقت المناسب أيضا. وقال إن المنظمات في مجمع هواسة صناعي تعمل أيضا على تلبية الاحتياجات العاجلة دون التأثير على أدائها. أعلنت إثيوبيا عن 3 حالات جديدة من الفيروس التاجي الكورونا، ليصل مجموع الإصابات 74 إصابة. وقالت وزيرة الصحة الدكتور ليا تاديسا إن الحالات الثلاث التي تم التأكد منها من أصل 247 عينة تم اختبارها خلال 24 ساعة الماضية. وأوضحت أن الحالات الثلاثة إثيوبية ليس لها تاريخ سفر في الخارج. كما أوضحت الوزيرة أن 4 أشخاص آخرين تعافوا من الفيروس، وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي من المرض إلى 14 حالة. وقد أبلغت البلاد حتى الآن عن 3 وفيات بسبب الفيروس. أجرى نائب رئيس الوزراء الإثيوبي دمك مكنن محادثات مع المسؤولين التنفيذيين في مجال القانون، تنفيذا للإعلان المعلن عنه عن حالة الطوارئ التي تم فرضها في البلاد للحد من فيروس الكورونا. وفي افتتاح المناقشة قال إنه يجب تنفيذ المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من المرض. وقال دمك مكنن إن إنفاذ القانون لديه مسؤولية كبيرة في تنفيذ إعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا في عملية منع انتقال فيروس الكورونا. وأضاف أن النائب العام يقدم وصفا مفصلا لمرسوم الطوارئ، حيث يترأس اللجنة المشتركة للوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير السلام ووزير الخارجية والنائب العام ووزير الدفاع ووزير الابتكار والتكنولوجيا. وفي الوقت نفسه أجرى نائب رئيس الوزراء دمك مكنن محادثات اليوم مع قادة قوات الدفاع والشرطة الفيدرالية والأمن القومي ووكالات تنفيذ القانون الأخرى. تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل مجلس وزراء يتألف من رئيس الوزراء للإشراف على إعلان حالة الطوارئ الأخيرة للحد من وباء الكورونا. وقال دمك مكنن إن اللجنة تعمل بالتعاون مع وكالات جهاد تنفيذ القانون لإيجاد حل مشترك حول كيفية معالجة المشكلة. في محادثة مباشرة على الفيسبوك أمس الأحد، قالت وزيرة الصحة الإثيوبية الدكتورة ليا تاديسا أنه يجب البدء في الأنشطة لضمان التأمين على حياة الأطباء، خاصة الأطباء الذين يتابعون عن كثب مرضى الكورونا. وقالت إن الوزارة تعمل أيضا على توفير السكن والتدريب والملابس الواقية لتمكين الأطباء من توفير خدمة آمنة للمصابين بفيروس الكورونا. وقالت الوزيرة ليا إن وزارة الصحة الإثيوبية تعمل بشكل وثيق مع وزارة النقل لتوفير خدمات النقل للمهنيين الصحيين. أعلنت ولاية إقليم أوروميا أنها بدأت بإجراء التحاليل المنزلية لفيروس الكورونا.
وبحسب نائب رئيس مكتب الشؤون الاجتماعية بولاية أوروميا فإن الفحص المنزلي قد بدأ الكشف الخاص عن فيروسات كورونا في المنطقة، والذي يلعب دورا هاما في مكافحة تفشي الفيروس. وتشير البيانات الواردة من مكتب الاتصالات بإقليم أوروميا إلى أن قياس درجة حرارة الجسم يتم إجراؤها من قبل المهنيين الصحيين، ودعا المجتمع إلى التعاون مع المهنيين الصحيين المشاركين في هذا العمل. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتريس الزعماء الدينيين للعمل معا لمنع تفشي وباء الكورونا. وقد وجه الأمين العام الدعوة بمناسبة الاحتفال بعيد الفصح وقدوم شهر رمضان المبارك الأسبوع المقبل، وأضاف أن هذه الاحتفالات كانت تحتفل مع الأقارب والأسر بشكل بهيج، ولكن من الأنسب أن نحافظ على التباعد الاجتماعي حتى وقف انتجار الفيروس. وقال أنه حان الوقت أن نقلق على صحة أحبائنا، ويجب علينا أن نفهم كيف نمر هذا الوقت الصعيب. ودعا الأمين العام أنطونيو كوتريس جميع المؤمنين إلى العمل معا للحد من هذا الوباء من خلال تعزيز التضامن مع بعضهم البعض. أعلنت الحكومة البريطانية اليوم أن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون غادر المستشفى حيث كان يتلقى علاجا بعد إصابته بفيروس الكورونا. ونقل جونسون البالغ من العمر 55 عاما مستشفى سان توماس بالعاصمة لندن يوم أمس الأحد بعد 10 أيام من ثبوت إصابته بالفيروس، وذلك بناء على توصيات الفريق الطبي الخاص به. وقضى رئيس وزراء بريطانيا 3 أيام في وحدة العناية المركزة في المستشفى قبل أن يخرج منها يوم الخميس الماضي مستمرا في تلقي العلاج داخل المستشفى. وقال بيان صادر عن الحكومة البريطانية إن جونسون سوف يستكمل فترة التعافي في مقره الريفي في تشكيرز، وأضاف البيان أنه بناء على توصيات الفريق الطبي المعالج له لن يعود رئيس الوزراء مباشرة إلى ممارسة مهام منصبه. تجاوزت عدد الإصابات المؤكدة بفيروس الكورونا المستجد في أنحاء العالم 1.9 حالة مليون إصابة، وتواصل الدول الأشد تضرراً جهودها الاستثنائية لمكافحة الوباء، بينما يعاود منحنى الإصابات في الصين صعوده تدريجياً. ووفقاً لأحدث إحصاءات نشرتها اليوم جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فقد بلغ مجموع الإصابات المؤكدة عالمياً 1.8 مليون حالة، توفي منها أكثر من 114,000، والتي تراقب انتشار الوباء في العالم. وتأتي الولايات المتحدة في صدارة الدول المتضررة بالوباء، إذ تجاوز مجموع الإصابات لديها 556,000 والوفيات 22,000 حالة. من جهتها أعلنت الصين اليوم أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس الكورونا خلال نحو 6 أسابيع بسبب زيادة الحالات المسجلة لمسافرين وافدين من الخارج، وهو ما يظهر حجم التحديات التي تواجهها بكين من أجل تجنب موجة ثانية محتملة من الوباء. وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنها سجلت 108 حالات إصابة جديدة أمس الأحد مقارنة ب 99 حالة في اليوم السابق، وتعد هذه الحصيلة أكبر عدد يسجل منذ الإعلان عن 143 حالة إصابة يوم الخامس من مارس الماضي. وأوضحت اللجنة أن 89 من الحالات الجديدة لأشخاص قدموا إلى الصين من بلد آخر. أعلنت إثيوبيا اليوم الاثنين مقتل 17 من عناصر حركة الشباب في غارة جوية نفذتها جنوب غربي الصومال. وقال نائب رئيس العمليات بشرق البلاد العقيد هابوم زنبة إن القوات الجوية الإثيوبية شنت غارة استهدفت خلالها مجموعة من مقاتلي تنظيم حركة الشباب في كورتيلي وهيركوت بمنطقة دولو. وأوضح أن الغارة أسفرت عن مقتل 17 شخصا من العناصر الإرهابية التي كانت
تخطط للقيام بزرع متفجرات على الطرق التي تستخدمها القوات الإثيوبية العاملة في مدينة بيدوى جنوبي غرب الصومال. وأشار إلى أن العناصر التي تم استهدافها كانت تسعى أيضا إلى شن هجوم على القوات الإثيوبية في مدينة بيدوى، وأضاف أن المجموعة التي كانت مسلحة وتحمل متفجرات لزرعها على الطرق التي تتحرك فيها القوات الإثيوبية وتمكن سلاح الجو من القضاء عليها وتدميرها. وانضمت القوات الإثيوبية مطلع عام 2014 إلى مظلة قوات الأميسيوم التابعة للاتحاد الإفريقي التي يصل قوامها نحو 22 ألف جندي من القوات الأوغندية والكينية والبروندية والإثيوبية، إلى جانب وحدات من شرطة نيجيريا وسيراليون. وانشئت الأميسيوم في عام 2007 بقوام 22 ألف شخص ألف جندي بقوات من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا وسيراليون وأوغندا وغانا. وتعمل قوات الأميسيوم على تدريب قوات الأمن الصومالية ومحاربة حركة الشباب وخلق بيئة آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية. أعزائنا المشاهدين، أشكركم على حسن المتابعة، وكنت معكم كمال سليمان، وأتمنى لكم أطيب أوقات.